شيماء منصور الحكم الدولي لكرة القدم. تمام. هو في الفترة يعني هي الفترة اللي أنا كنت فيها دي كانت إن يكون في حكم دولي بنت. أنا بقيت الحمد لله أول وأصغر حكم دولي في العالم. فكان يمكن الدعم الأساسي كان في الفترة دي من اتحاد الكورة. طبعا في الفترة دي كان كابتن محمد حافظ وبعدين وكابتن محمود عثمان وبعدين بقى من الاتحاد الدولي، لأن كان ما فيش اي بنت في الوطن العربي او في افريقيا. كان ما كانش في حكام كتير، يعني كان قلائل جدا، هما بس كانوا في افريقيا يمكن. بس الصعوبات اللي قابلتها طبعا، يعني احنا النهارده بنتكلم عن هي، فانت متخيل هي في جوه ملعب كره القدم مهزله طبعا. فاكيد واجهت صعوبات كتيره جدا، كان اهمهم الجمهور، نقاد الاعلام، راي الناس، اللعيبه، حاجات كده. فكان في الفتره دي كان المفروض ان انا ابقى متجاوبه الموضوع، لكن انا اكيد طبعا طلعت من ماتشات كتيره جدا بقول انا ليه بعمل في نفسي كده، يعني ينفع بقى يعني ما يبقاش هي دي حاجاتي. لكن دي كانت رياضتي المفضله وهوايتي وبقيت والحمد لله ربنا وفقني. يعني لا، من فترة طويلة جدا. أهم المباريات اللي حكمتها كانت نهائيات أفريقيا مؤهل كأس عالم، وترشحت وحكمت أكتر من حاجة، بطولة عربية وبطولة أفريقية وأمم أفريقية ونهائيات مؤهل كأس عالم. يعني حكمت الحمد لله حاجات كتيرة جدا، كانت بالنسبة لي كانت فعلا فخر إني بقدر أطلع بره مصر وإني أمثل مصر بشكل مشرف في لعبة زي ما بيقولوا عليها إن هي تقيلة أو ناشفة أو بتاعت ولاد بس. فدي كانت بالنسبة لي حاجة كويسة. أكتر مباراة، والله يمكن أكتر مباراة ممكن ما انساهاش في مسيرتي كانت نهاية أفريقيا مؤهل كأس عالم، ودي كانت اريتريا وتنزانيا. ودي لان حصل لي بقى فيها مشاكل كتيره جدا وتعرضت لمحاوله اختطاف من اكل لحوم البشر، فتعبت نفسيا وحاجات كده. بس كانت بالنسبه لي مباراه ممتعه جدا، لاني فعلا قدرت اخد منها حاجات كتيره قوي. المستوى المحلي هنا في مصر، الوضع بالنسبه لي، الوضع بالنسبه لي كان التحدي قائم قبل ما الناس تستوعب فكره ان يبقى في حكم كره قدم بنات. لكن في الفتره اللي فاتت يمكن احنا كان تحكيمنا كان قليل، ده كان عشان التواجد الامني او الظروف الامنيه في مصر. لكن اوريدي الانديه كلها الحمد لله بقت بتعرفنا، اهم الانديه الكبيره الاهلي وزمالك مثلا بقوا عارفين كويس جدا ان في تحكيم نسائي مستوى ممتاز مستوى كويس، بلاش ممتاز، مستوى كويس، بيقدر يشيل مباريات تقيله وبيقدر يحكم مباريات مهمه ورجال. ودي بقت حاجه كويسه، يعني دي كانت مرحله انا بالنسبه لي كانت بعيده. يعني بدايه تحكيمي يمكن انا عشان ابتديت تحكيم وانا صغيره جدا، انا كان عندي 15 سنه ونص 16 سنه مثلا، فكان بالنسبه لي الموضوع اكبر مني بكتير. بس هو اهم كونسبت بالنسبه لي ان انا اكون شخصيه رياضيه، يعني الحمد لله كويسه في بلدي، ان مثلا اتعمل عليا اكتر من بحث في طلاب كليه اعلام بان انا من الشخصيات القدوه للشباب في الفتره اللي مش عارفه ايه. ده بالنسبه لي كان حاجه انا ببقى فخوره بيها جدا، لاني بشوف ان ده اهم دعم ليا، اني اعرف ان انا بني ادمه ناجحه وان في حد من في سني وان انا بكون بالنسبه له قدوه. دي بتبقى حاجه هايله جدا. دي يمكن يكون انا حققتها عن طريق الرياضه، عشان كده دايما بدعو البنات والولاد وكل الناس انهم يلعبوا الرياضه، لان فعلا العقل السليم فعلا في الجسم السليم. ولو احنا كلنا ما كناش بنقدر ان احنا في الفتره اللي جايه دي يعني نتعدى المرحلة دي، أكيد كلنا هنقع. ففي الفترة اللي جاية احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا قدوة في كل حاجة، سواء بقى في الرياضة، في العمل، في الإنجازات، في أي حاجة. نتكلم بقى، انت بحكي الموضوع الجميل،
انا دخلت مسابقه اللي هي ملكه جمال العرب والحمد لله كنت وظيفه اولى ملكه جمال العرب، وبعدين بقيت ملكه جمال العرب الرياضيه. ما فيش كل انا دخلتها على فكره ده لان كل الناس اللي بتفكر دايما في البنت اللي بتلعب رياضه كرة قدم بتبقى عنيفة جدا، شكلها وحش قوي، بتبقى ما عندهاش اي نوع من الثقافة، حاجات كده. ده انا تحديت بيه، يعني الموضوع ده بالنسبة لي كان تحدي قوي جدا، والحمد لله نجحت فيه وقدرت بعد كده بقى امثل المرأة بس بدور تاني اللي هو جمالي رياضي. فده كان بالنسبة لي من احسن الحاجات اللي ممكن اكون عملتها. يعني الرسالة اللي حابة اوصلها، الرسالة اللي حابة اوصلها ان احنا في فترة حرب، وانا احب دلوقتي ان انا اكون بعزي كل اهالي الشهداء من اول 25 لحد بكرة، للناس لا قدر الله اللي ممكن تروح بعد كده، يعني لحد اخر الناس اللي هما كانوا بتوع ليبيا، بجد انا بتقهر عليهم والله العظيم. ففي الفترة اللي جاية الرسالة هي ان احنا كلنا يا رب نشتغل وننتقل من مرحلة الثورة ننتقل من مرحلة الثورة الى مرحلة الدولة، لان احنا في حالة دلوقتي ان احنا لازم نكون عارفين ان احنا بنتهاجم من كل حد في الدنيا، فاحنا لازم نطلع بنفسنا. فالهدف هو تمسكوا بالإيمان، تمسكوا بالإرادة، ربنا معانا دايما ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تبقى احسن. بس لو كلنا ابتدينا نشتغل بجد ونصدق دماغنا ونصدق نفسنا. في حكم رياضي شفتي اللي حصل في سيرفي دفاع الجوي ضد الزمالك وام بالاخيره؟ شفته، وده هيبقى يعني بالنسبه لي انا ما رضيتش اتكلم فيه، ربنا يسامحك. شفته بتقصير كبير جدا من كل جهات الدوله ان يحصل مشكلة ومشاجرة تاني ما بين اي اطراف، سواء الامن او والمشجعين او الالترس او اي حد في الدنيا. لا انا شايفاه ان هو تقصير، وبفضل ان هم يعني ان هم يشوفوا تقصير من مين، ولازم يكون في دور، يعني لازم يكون في وقف للموضوع ده. انا بجد بقيت بكره ان انا كل شويه اكتب البقاء لله في فلان، البقاء لله في علان. انا نفسي ابطل بقى اكتب حداد، نفسي. فالفتره اللي الموضوع الدفاع الجوي ده بالنسبه لي تقصير من اتحاد الكوره، هم هيزعلوا مني، تقصير من كل الجهات المعنيه، من اول وزاره الداخليه، وزاره الشباب، اتحاد الكوره، اي حد، ده تقصير. لان كلاكيت تاني مره ايه ده؟ لا طبعا، يعني كفايه كده بجد. انا حابه اشكركم جدا جدا، وبشكر حضرتك، وان شاء الله باذن الله نتقابل في مؤتمرات تانية بتشجع المرأة على العمل.